سيداتي والسادة أهلا بكم معكم محمد الخالدي أنتم تتابعون نبض البلد ما زالت تفاعلات القرارات العقابية التي اتخذها مجلس النواب بحق النائبين طلال الشريف بالفصل من المجلس والنائب قصيد ميسي بتعليق العضوية لمدة عام هذه العقوبات والتي أتت إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة داخل أروقة المجلس وهي نشبت بعد مشاجرة بين أعضاء من النواب تحت القبة إثر اتهامات المقاطعة أو الدفاع عن الحكومة العقوبات هذه وجهت بعاصفه اسئله عن مدى دستوريتها او قانونيتها او حتى ورودها في النظام الداخلي لمجلس النواب مما دفعنا جميعا الى ضروره العوده الى المختصين الذين اكدوا دستوريه القرار واهميته لا وبل ضروره تطبيقه في الحقيقة بانه العقوبات اللي تم اتخاذها عن طريق مجلس النواب في الاسبوع الماضي بحق النائبين طلال الشريف وقصيد ميسي كانت غاية في الاهمية لوضع حد لبعض المشاجرات والتصرفات الغير مقبولة والمخالفة للقانون اللي كانت تحدث تحت القبة وكان هنالك مبادرة سريعة من قبل رئيس المجلس باجراء اتصال مباشر مع جلالة الملك لإدراجها على جدول الأعمال حتى يكون هنالك ردع عام فيما بعد اتجاه أي أشخاص أو أي نواب يعتقدوا بأنهم فوق القانون وبأن صفة النائب تتيح لهم التصرف بطريقة مختلفة عن الآخرين هذا من جهة ومن جهة أخرى هي رسالة لكافة مؤسسات الدولة الأردنية بأهمية سيادة القانون وتطبيق القانون على جميع الأفراد بقطع النظر عن مركز ومكانهم وهي برأيي برسالة لازم تلتقطها الجامعات اللي بتنتشر فيها ظاهرة العنف عدم التساهل أيضا مؤسسات الدولة المختلفة والأجهزة التنفيذية والأمنية بأنها تبسط سيطرة القانون على الجميع إذا هناك من يجد أن عقوبات الفصل لا خلاف عليها وأنها تأتي متوافقة مع المادة 90 من الدستور الأردني والتي تنص على ما يلي: لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره وهذا ما اكده عدد من النواب القانونيين لحظه وقوع الحدث طبعا اللي اطلق النار داخل المجلس وسلاحه كان معه مش بحاجه لتحقيق لكن يقال انه النائب الثاني انه كان معه سلاح، فالان نريد ان نستوثق لانه ايضا لا يجوز ان نتخذ قرارنا دون ان يكون هنالك بينات وادله تؤكد ان النائب الثاني كان يحمل سلاح داخل اروقه المجلس، اذا وافق ثلثي اعضاء المجلس على فصل اي نائب يجوز فصل النائب، وهذا النائب اللي قام باحضار السلاح ودخل اروقه المجلس وقام باطلاق النار يستحق ان يفصل لانه لا يستحق ان يكون هو نائب ولا من يحمل السلاح تحت القبه، لانه احنا هون نواب مثل وقدوه للشعب الاردني، يفترض ان نتحاور وان نقوم بدورنا وواجبنا من خلال العقلانيه ومن خلال الحوار ومن خلال الدستور ومن خلال النظام. ولكن بالمقابل وعلى الرغم من اللجوء الى القضاء المدني لا وبل حتى العشائري. حسب تضارب المعلومات فان اسئله كثيره باتت تطرح عن قانونيه تعليق عضويه النائب قصيد ميسي لمده عام وهل من سند لها ومن أين أتت هذه العقوبة؟ مع تأكيد النواب على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة تحفظ الهيبة للمجلس النيابي وتمنع تكرار أحوال العنف وما رافقها وما تلاها، وضرورة صون سمعة المجلس التشريعي الأردني، واعتبار ما حدث درساً لكل مثيري الشغب داخل القبة، ومواجهة صفة العنف التي بات ينعت فيها مجلس النواب السابع عشر. واستغلها من أرادوا الإضرار بسمعة المجلس من خلاله. الحقيقة يعني هذه واقعة فارقة في عمر مجلس النواب لأنه لأول مرة تتخذ هكذا عقوبة والصدف أنها جاءت العقوبة الأقصى على الإطلاق والحقيقة ليس في النظام الداخلي أصلا نظام للعقوبات متدرج ولكن ما حدث كان يستحق هذه العقوبة وباعتقادي أنها تؤسس لمسار جديد نحن نريد سلوكا محترما في المجلس لا يجوز لعقليات بلطجه وتجاوز وتحدي واستقواء استخدام سلاح وحمل المسدسات هذا غير جائز في مكان هو عرين الديمقراطيه والحوار والكلمه. ولذلك بعتقد أنه سوف ينعكس الأمر على نقاشات النظام الداخلي وسوف يوضع نظام متدرج للإجراءات بحق التجاوزات ما حدا مبسوط للإجراءات اللي صارت وهي كانت تسرع من زملائنا الله يهديهم صار بينهم سوء تفاهم بإمكانهم ينهي الوضع بشكل أفضل مما صار عليه كان في تسرع كبير جدا يعني خلينا نقول المجلس تعرض لإهاني لكن بسبب العقوبات اللي صدرت يعني انهت الاشكال وكان عقاب رادع للجميع الهم انفسهم ولكل من تسول له نفسه بسوء احنا مع قضيه تفعيل وسياده القانون في كل مفاصل الدوله السلطه التنفيذيه والتشريعيه وكل سلطات الدوله اي واحد يتعدى على القانون مع معاقبته وأن لا تكون مسائل انتقائيه فمجلس النواب يهمنا جميعاً انه حفظ هيبته ومكانته وسموه، واحنا ضد اي تصرف مهما كان من اي شخص يصدر يسيء الى مجلس النواب حقيقه فبالتالي كمبدأ عام مع تطبيق القانون وسياده القانون بكل مناحي الدوله. من هنا فإننا نناقش في حلقة الليلة دستورية وقانونية العقوبات بحق النائبي ونتساءل عن الفترة التي تليها ما هو مصير مقعد النائب الشريف وما هو مصير مقعد النائب الدميسي وفي أيهما ستعقد انتخابات جديدة وما هو مصير النصاب في مجلس النواب وهل حقا من يملك الأكثر يملك الأقل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفينا سعادة النائب دكتور مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية النيابية رئيس لجنة التحقيق في حادث إطلاق النار والأستاذ المحامي محمد صبيحي الكاتب والمحلل القانوني والسياسي لكن بعد الفاصل فابقوا معنا متابعينا اذا اهلا بكم من جديد نبدا حوارنا ليلى وارحب بضيفي الدكتور مصطفى ياغي اهلا بك شرفتني بحضورك الليله والاستاذ محمد الصبيحي اهلا بك شرفتني ليلى الحقيقه الحدث يعني صار له ثلاث اربع ايام لكن احنا ارتقينا نتروى شوي قبل طرحه ونبحث كل تفاصيله حتى نقدر نحط الصوره كامله امام مشاهدينا وبدي ابدا منك دكتور اتخذت قرار ونبدا بقرار الفصل القرارين نخدم كل واحد على على حده قرار فصل النائب طلال الشريف على ماذا استند وكيف تم اتخاذه بسم الله والحمد لله وبدايه بشكرك اخي محمد و وبشكر اخونا وزميلنا الاستاذ محمد ايضا على هذا الحضور وبنشكر مشاهدينا الكرام اللي بيشاهدونا اليوم. لا شك ان قرار الفصل استند الى الماده 90 من الدستور التي اعطت صلاحيه مجلس النواب حق عفوا مجلسي النواب والاعيان حق فصل اي من اعضائهما شريطه التصويت بثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. نعم ويعني هذه الماده واضحه لا لبس فيها ولا غموض. ولا تحتاج الى تاويلات ولا تحتاج الى اجتهادات لانه لدينا قاعده في القانون وفي الفقه تقول ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد دليل يقيد نعم احنا بنرجع مره اخرى للمشاهدين الماده الماده 90 من الدستور موجوده الان على الشاشه تفضلوا سامي نعم. مصطفى فهذا ما انتهى اليه المجلس وهذا ما انتهت اليه اللجنه المجلس صوت على تنسيب اللجنه القانونيه لجنه التحقيق المشكله ايضا بقرار من المجلس وفقا لاحكام الماده 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجيز لمجلس النواب تشكيل اي لجان مؤقته او فرعيه في حالات ط... في حالات طارئه وهذا ما تم في الجلسه الصباحيه نهار يوم الثلاثاء الموافق عشرة تسعة بان قرر المجلس بعد اطلاق العيارات الناريه وبعد هذه الحادثه ان قرر تشكيل لجنه وكلف لجنه اللجنه القانونيه في مجلس النواب بان <applause> تتولى مهام التحقيق في ظروف وملابسات اطلاق الزميل النائب المهندس طلال الشريف العيار الناري وإشهاره واستخدامه داخل أروقة مجلس النواب وعقدت اللجنة القانونية بكامل نصابها باستثناء أحد زملائنا الذي كان شاهد عيان أحد الزملاء أعضاء اللجنة القانونية الذي كان شاهد عيان لم يحضر اجتماعات اللجنة باعتبار أننا سنستمع إليه كشاهد عيان في هذه القضية وبخلاف ذلك يعني جميع أعضاء اللجنة العشرة كانوا متواجدين في التحقيق وتم الاستماع إلى شهود العيان وكان عنا ثمن, ثمن شهود عيان في هذه الواقعة وتم الاستضاح منهم عن كل ملابسات وظروف هذه القضية وانتهت اللجنة إلى ما انتهت إليه بقرار معلل ومسبب علما ها مع التأكيد والإشارة على أن يعني المادة 90 كانت يعني تجيز الفصل دون بيان الأسباب، إلا أننا نتحدث بموضوعية ونتحدث بحرفية ونتحدث بمهنية فقد قامت اللجنة بتعليل قرارها وانتهت في في معالجه كل الوقائع والاسباب والحيثيات التي اوصلت اللجنه الى ما وصلت اليه في قرارها الذي تم التصويت عليه عفوا الذي تم التصويت عليه باغلبيه 134 زميل من اصل 136 تحت القبه فضل. نعم 134 ولا 135 134, 134 من اصل 136 المطبق في المطبط في الجلسه <applause> طيب استاذ محمد اسمع تعليقك على فصل النائب السابق طلال الشريف طلال الشريف نعم في هذه الحالة يعني الحقيقة أنت قلت في البداية أنه موضوع قد نتفق عليه هو موضوع خلافي وموضوع مهم جدا أن يبحث هو حلقة كاملة حتى لكن مع ذلك سأقول شيء هناك جانب قانوني وجانب سياسي في هذه القضية بالذات الجانب السياسي في الموضوع أعتقد أن مجلس النواب كان قاصدا انقاذ نفسه قبل قبل فصل النائب الشريف وقبل انه ليس الهدف الحفاظ على سمعة المجلس بحد ذاته وان كان سببا مضافا صحيح لكن الطريقه التي تم بها قرار الفصل كان واضحا انها لانقاذ راس المجلس من الحل <applause> كان على شفا الحل مجلس النواب لانه الحادث خطير بدون شك انا, أنا لا اقول انه النائب يستحق او لا يستحق الفصل نحن هنا رجال قانون نناقش هل هناك جانب سياسي هذا القرار نعم هناك جانب سياسي قصد به ليس التخلص من نائب مشاكس او مخالف او ارتكب مخالفه جسيمه او اضر بهيبه المجلس وانما القصد به انقاذ راس مجلس النواب نفسه هذا جانب هلا نيجي للجانب القانوني، الجانب القانوني في موضوع نص الماده 90 تفضل فيها زميلي الدكتور زميلي في القانون وليس في النيابه طبعا. نعم. النص واضح تماما صحيح في غير حالتي الجمع والسقوط، يعني هناك حالات اخرى يوصل بها النائب باغلبيه ثلثي الاصوات، لكن ليس دون اي سبب. ليش لا يوجد شيء خلص والله مش عاجبنا الدكتور مصطفى يا اخي صوتوا يا اخوان صوتوا يا اخوان، والله مش عاجبنا الزلمه، صوته صوتوا, صوتوا تلين روحوا، صحيح كذا هذا؟ هذا غير صحيح. ما هي الحالات التي يفصل فيها النائب في غير حالات الجمع؟ نعم في غير الجمع وسقوط العضويه سقوط العضويه واضح انه سقوط العضويه فقدان منها على الاقل اقلها فقدان الاهليه حكم بجناية مثلا إلى آخره م. م. فقد الأهلية أصيب بجنون أو عارض أو كذا إلى آخره هذه هذه سقوط العضوية سقوطها أخذ جنسية أو جمع بين عضوية المجلس النواب ووظيف الوزاري أو جمع بين المجلسين يسقط من واحد فيهن هذه حالات الحالات الأخرى ما هي لا يوجد محددات لهذه الحالات حتى نقول أنها هذه منها أو ليست منها هناك فراغ تشريعي في الدستور وفراغ في النظام الداخلي لا يوجد محددات قد يفصل نائب على 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 مخالفه جسيمه مثل حمل سلاح ناري واطلاق العيارات الناريه، وقد يفصل نائب لانه والله فات شارب كحول ممكن تفصله. هل هذه توازي تلك؟ بالتاكيد لا هذه شيء هذا شيء لكن ممكن ياتي يوم من الايام مجلس النواب فيه اغلبيه اسلاميه وتقول لا هذا الزلمه بدخن والدخان حرام في بعض المذاهب الفقهيه او هذا شارب شيء والله نفصله نفصله ما في محددات هلا من الناحيه الاجرائيه الشكليه انا اقول لك ان المخالفه كانت جسيمه وتستحق الفصل دون شك لكن بنفس الوقت يجب ان تتبع الاجراءات الصحيحه مجلس النواب بموجب الماده 51 من النظام الداخلي قرر تشكيل لجنه تحقيق اللي هي كلفت بها اللجنه القانونيه لما تفضل سعاده الدكتور هذا صحيح لكن كمان إن هل اعطي النائب فعلا حق الدفاع عن نفسه طلال الشريف هذه نقطه النقطه الثانيه بحسب ما ورد اسمح لي استاذ نعم. محمد لم يستمع لشهاده النائبين نعم سواء. لم الشريف او, أو قصي كان يجب ان يستمع له او يستمع يعني ربما يعني قد لا يرتب هذا الاجراء البطلان لا يرتب بطلان على على قرار ولكن ايضا في نصب النظام الداخلي اللجان المؤقته هذه تنتخب او تكلف بمهمه محدده عليها ان تبلغ اعضائها موعد الجلسه قبل يوم على الاقل هم لم يبلغوا اجتمعت شكلت اللجنه واجتمعت اللجنه وانهت اللجنه في ساعات قليله وصبت لذلك ما قيل في بعض المواقع الالكترونيه بعض الكتاب ان القرار كان متسرعا هو بدون شك قرار متسرع، قد يكون انا لا اناقش الصواب من الخطا احنا قد, قد يكون متسرعا القرار أحنا فقط ويؤسس اليوم عن ويؤسس ويؤسس الى حاله اخرى ويجب ان نتحدث بوضوح ما هي الحالات التي تستحق الفصل او ما هو دون الفصل طيب واضح جدا حديثك دكتور فراغ في التشريع والمو <تصفيق> والمو <تصفيق> والموضوع صار مطلق بكره كتبتين نيابيتين بتجتمع بجمعوا لهم 100 نائب بفصلوك بدون بيان اسباب، اسمح لي دقيقه ايضا بحسب النظام الداخلي بحسب الماده 51 بتكون تبلغ قبل بيوم ما تبلغ الجلسه اللجنه شكلت واجتمعت بساعات قليله معدوده ولم يمنح حق النائب بالدفاع عن نفسه لم تستمعوا لشهاده النائب طلال الشريف ولم تستمعوا لشهاده النائب قصي دميسي ردك تفضل خلص خلصت بداية بدي أرد على الزميل الفاضل في موضوع الجانب السياسي أنا أختلف معك اختلافا بينا فلم يكن في واردي على الاقل ولا في وارد اي من زملائي اننا نتحدث ان هذا القرار الذي اتخذناه كان هو خوفا او لانقاذ راس مجلس النواب من الحل. ابدا هذا لم يكن بالمطلق في في واردنا ولا في اذننا. هنالك واقعه مستهجنه تحدث لاول مره في مجلس النواب من, من من نائب ابن سلطه من السلطات الثلاث وهي في وهي على اولويات تلك السلطات. والتي تشكل الهرم للدوله الاردنيه بكاملها فلم يكن بواردنا ابدا اننا سننقذ مجلسنا من الحل او من غير الحل والحل وفق احكام الماده 35 وانت تعلم من الدستور زميلي الفاضل ان جلاله الملك يستطيع بتنسيب من الحكومه ان يحل مجلس النواب وهذه لم يجري عليها اي تعديل فيستطيع ان يحل بدون سبب او بدون سبب مع بيان الاسباب شرط الا تكون اسباب الحل المجلس السابق هي ذاتها اسباب حل المجلس هذا كان ادعى لعدم التصرف تسمعني يوم يومين كويس بس خليني لك انا على ملاحظتك أنا, انا لم اقاطعك زميلي العزيز في موضوع أنت مصر انا افهم من كلامك أكمل. لا جانب سياسي أنا ابدا بالمطلق. للقرار انا بالمطلق ولم يرد في ذهني انا كمصطفى ياغي ولا في ذهن أي من زملائي اننا سننقذ هذا المجلس من من طيب. من الحل او من مفهوم الحل وصلت. بالمطلق وصلت الجانب القانوني لا شك أن المادة 65 و 75 و 76 من الدستور التي تحدثت عن الجمع تحدثت عن الجمع والسقوط بخلافها جاء القيد في المادة 90 اللي حضرتك بتقول أنه هذا مطلق وأنه من الممكن أنه نختلف ونجتمع لا فيها قيد أيضا قيد المشرع الدستوري جاء بالقيد وقال أن القيد هو ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف منهم المجلس بمعنى مش الأعضاء الحاضرين تحت القبة وإلا كنا فصلنا في الجلسة الصباحية اللي كان فيها 86 لكن كان من المطلوب أن يكون من 150 مينيمم 100 مين صوته يعني لازم تحضر أنت الثلثين زائد واحد لحتى يصوتوا الثلثين هذا قيد فرضه المشرع الدستوري أيضا لكي لا يتغول مجلس النواب على أعضائه بالنظرية اللي حضرتك طرحتها في أسباب حقيقية ومع ذلك قلت في بداية هذا اللقاء أن قرار اللجنة القانونية قرارا معللا ومسببا وشافيا ومبينا كل الظروف التي أحاطت بهذه القصة طب دكتور نأتي. ممكن هنا تسمحي لأنك طب. أنت علقت على الجانب السياسي والآن م. تعلق على الجانب, على الجانب القانوني, م. القانوني م. بس في ملاحظة وعذرنا في هذه الملاحظة لكن في جلسات مجلس النواب قاطبة منذ الثقة حتى يوم الاختراع على فصل عضوية النائب السابق طلال الشريف لم يجتمع تحت القبة 130 نائب لا 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 انا اخالفك الراي لا اجتمعوا خاصه في جلسات الثقه ذكرت لك بعد الثقه بعد جلسه الثقه النيابيه كم <applause> مره اجتمعوا تحت <applause> القبه 136؟ الموازنه جلسات الموازنه اجتمعوا اكثر من ذلك الموازنه بعد الثقه واجتمعوا بالموازنه ويجتمعوا دائما اليوم اليوم في في النظام الداخلي اليوم كان في عندنا 136 عضو دكتور الم الم, ألم تكن الجلسه الاولى مهدده بالجلسه الصباحيه مهدده بفقدان النصاب؟ بقول لك 86 عضو فيها بدات وانتهت عند الحادثه ب 86 عضوا ابدا و 86 صاروا 136 وهذه المحاضر هلا انا بقول لك ليش صاروا 136 ليش صاروا 136 هلا خلينا آه هذول 50 نائب بيجوا سريعا ما تقاطعنيش بس تفضل يا سيدي هلا هل اعطي الزميل حق الدفاع عن نفسه؟ نحن نحقق في واقعه ولا نحقق في تهمه اسندت للزميل لكي نتحقق من ثبوتها من عدم ثبوتها اللجنه القانونيه في ردي على هذا الجانب زميل العزيز هنالك ثمه واقعه حدثت فيها اشهار للسلاح فيها شهود عيان وليس المطلوب أن أسند تهمة للزميل لكي أستمع إلى أقواله وأقول له بأنك مذنب أو غير مذنب وما هي بيناتك وما هي أقوالك حول هذه القصة حقق المجلس لذلك لم نستمع إلى اثنين وكانت وكان الطرح على مسارين أو كان الحديث في مسارين المسار الأول أن واقعة استخدام السلاح تحت القبة هي الأمر المستهجن وهي الأمر الأعظم لأنك تسيء إلى نظام دولة تسيء إلى سلطة منتخبة وتسيء إلى الشعب الأردني كله، فكان الأمر مستهجف. إحنا حققنا في وقت ممكن. هلأ بس ملاحظة صغيرة. أنا أجل عشان, عشان عشان نقدر عشان نجمع مم. الموضوع ملاحظة. كل هذا الموضوع يعني أنا ممكن أفهم من ذلك إنه. اطلاق النار يستوجب الفصل وما دون ذلك لا يستوجب لا لا شيئا أنا ما قلت يعني صار اشهار وصار ضرب بالكاسات كذا ولم يتخذ اي شيء سيدي عليها حقول لك حقول شيء حقول لك في كل اللي بدك هذه آه آه ناحيه الناحيه الثانيه بس القيد اللي تفضلت فيه على الفصل وهذا القيد الشكلي القيد الشكلي حيث عدد التصويت لكن ما هي الافعال التي يمكن ان تكون فيها فصل للنهايه مثل ماذا يعني انا, يعني أنا سجلت ملاحظاتك تفضل يا سيدي هل في موضوع تبليغ اعضاء اللجنه أنت تعلم زي زميل الفاضل أنه الجزاء الإجرائي على مخالفة القاعدة الإجرائية هو من النظام العام ولكن ينبغي النص عليه صح. فليس ثمة نص في النظام الداخلي يقول بأن هنالك جزاء إجرائي على مخالفة أي قاعدة من القواعد باستثناء ما نص عليه صراحة لا يرتب بطلان إلا بنص هذا واحد لا. الأمر الثاني أن المجلس كان في حالة إنعقاد واعضاء اللجنه القانونيه لجنه التحقيق قلت لك ال11 متواجدين لانهم بحكم ان هنالك جلسه. لو لم يكن لو،, لو لم تكن هذه الحادثه اثناء انعقاد الجلسه العامه ساتفق معك وستقوم اللجنه بالتبليغ بتبليغ اعضائها غير الحاضرين وهذا طبيعي، لكن طالما ان المجلس في حاله انعقاد وليس ثمه جزاء اجرائي على مخالفه التبليغ والزملاء موجودين فالانعقاد سليم. ولا يشوب اي بطلان ولا يعتري أوه. اي نقص اتفق مع ذلك لا طبعا لانه في في شيء هلا هذا اللي تفضلت فيه انه المجلس في حاله انعقاد وعدم التبرير لا يرتب بطلان اتفق معك لا يرتب بطلان الا فيش بطلان الا بنص يعني لازم يكون في نص انه اذا لم طيب. يبلغ ممتاز. تبطل الاعمال وين المشكله لا طيب؟ لا تبطل اذا هذا يدل على ان القرار متسرع جدا ماذا سيد شو خليني خليني كان يكون ثاني يوم جلسه خليني اكمل هذا هو المؤشر الاساس على ان الاجراء كان سياسيا اكثر من دستوريا ايوه الجانب السياسي بالجانب طيب. 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 طيب يا طيب يا هلا في موضوع السرعه من قال لك ان هنالك سرعه؟ اجتمعت اللجنه القانونيه عند الساعه الثانيه عشره ظهرا وانهت اعمالها عند الساعه الخامسه عصرا. وين التسرع؟ هلا احنا ثقافتنا القانونيه بحكم تعاملاتنا وتطبيقاتنا العمليه في المحاكم انه احنا يعني القضيه بتقعد بدل ما تقعد يعني يومين وثلاثه وشهر يفصلها القاضي بتقعد سنوات. لكن هل في القانون الاجرائي اللي بنظم عمل التقاضي في قانون اصول المحاكمات المدنيه او الجزائيه ما يوجب على القاضي انه او ما يمنع القاضي بانه يفصل في دعوه في خلال يومين او ثلاث ايام او او يستمع الى شهود في يوم واحد قطعا كل دعوه ظروفها انا بقول لك قطعا لا جرت العاده احنا اصبحت اصبحت العاده اللجنه القانونيه استمعت الى شهود عددهم ثمانيه في خمس ساعات انتهت الى قناعه قدمت تقرير لكن قولوا لي تعالوا نتحاكم هل التقرير او هل ما جاء بقرار اللجنه القانونيه يشوبه اي نوع من انواع التسرع؟ هل فيه نقص؟ هل يشوبه نقص او يعتريه غموض؟ هنا نتفق او نختلف. لا. تلينا قرار اللجنه القانونيه وسببنا الحيثيات من بدايه المشكله وحتى نهايه المشكله وخلصنا الى الى التنسيبات او الى التوصيات التي خلصنا لها. فهذا امر يعني انا أعتقد انه يعني متفقين تماما، الامر الاخر اللي انا بدي اتحدث فيه وقد نختلف ربما استاذ محمد فيه، ان قرار ما انتهى اليه مجلس النواب بما انتهى اليه هو قرار محصن من الطعن، وهناك اراء كثيره وعديده حول مساله انه هل هذا قابل للطعن وهو غير قابل للطعن، انا بتقديري وبرأيي المتواضع وبثقافة القانونيه البسيطه اقول بانه قرار محصن دستوريا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن. اسمح لي استوقفك وبدي يعني في اسئله توصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانا مضطر هنا انك بتحكي عن نفس الحادثه وممكن استاذ محمد بتوافق مع هذه النقطه. مجد العمارين وزينه بتسال بتسالك دكتور الافعال التي قام فيها يحيى سعود الا تشكل جرم؟ ايه ليش ما اتخذتوا اجراء ضد النائب العدوان بما انه كان معه سلاح وحاول سحبه تحت القبه؟ تفضل خلاص اه بكفي هذول سيدتي آه شكرا اخي مجدي وشكرا الاخت اسمها الثانيه زينه زينه الاخت <تص> زينه آه لا شك انه كل فعل وكل قول وكل تصرف في تحت القبه مسيء هو يسيء للشعب الاردني جميعا ويسيء طيب. لهذه السلطه جميعا لكن لم لم تتشكل اي لجان للتحقيق في مثل هذه المسائل وكانت تنتهي هذه المشاكل في حينه هذا جوابي على السؤال م. اما وان هذه الحادثه قد قام المجلس باتخاذ قرار بتشكيل لجنه وفق احكام الماده 51، لو كانت هنالك اي شكاوي في في الظواهر الماضيه لانتهينا لمن شكاوي تهينا. من من؟ ممن جاءت شكوى لاطلاق النار؟ الشكوى اطلاق النار من اجت من المجلس؟ من, الم... مش, مين من مش, مش من مش مش. مين اشتكى؟ مين اشتكى على الشريف؟ اشتكى عطلان الشريف في مقا... انا بديش انا بديش يعني أف... أف... لا سيدي أفتح... مش مشكله أفتح... مو... لما نفتح اوراق القضيه لا بدنا شوف بديش افتح اوراق نعم احنا القضية. اليوم بدنا نحكي بصراحه فما بدي اقول لك أنت بصراحه بدي اقول لك بصراحه في مانع دستوري يمنعني ومانع قانوني يمنعني الا اتحدث في كثير من التفصيلات التي هي الان امام القضاء ويحقق فيها القضاء احنا في ان جانب اسمه جانب سلطة تقديرية طيب. تأديبية يعني أعطينا, أعطينا ما يمكن لكن نعم أنا لا لكن أقول لك تعريض حياة الآخرين للخطر ومقاومة من حاول أن يمنعه وهو داخل السلاح وهو خارج مبنى, مبنى مجلس الأمة هذه كلها كانت يعني فيها آه شكاوى طبعا فيها شكاوى من زملائنا وفي وفي اذا اذا قرات انت اذا قرات التهم المسنده له من خمس من تهم بالعب. طيب فيها مقاومه رجال الامن ولا لا؟ طيب خلاص اذا في شكاوى في شكوى من من رجال الامن تتفق مع ذلك؟ مم. في شكاوى يعني في شكاوى بشكاوى. في شكاوى صعب بس يعني كل انا لا اقول انه اجراءات اللجنه فيها نقص ولا اقول انها مش مكتمله يعني انت رجل قانون محترم يسلمك. انا متاكد انك قمت بالاجراءات القانونيه داخل اللجنه بالطريقه الصحيحه لا اقول غير ذلك لكن ما زلت بقول انه كان سريعا والهدف من السرعه كانت ايضا كان حل مجلس النواب يعني لو تاخرت انت جني... مصرع أنا مصر على الحل انا لا لا انا لا لست مع الحل اصلا لست مع الحل يعني مش مش أه. الانتخابات لكن انه كان في هاجس الحل لانه سرعه تحرك المجلس تحرك المجلس لفصل النائب كان يعني قصد في حالتين اولا تجنب تجنب انه تطلع مطالبات شعبيه بالحل كانت على وشك تطلع ثاني يوم بس مسيرات بس بين قوسين انا, من أنا من. بتحفظ على كلمه سرعه أه. المجلس في فصل النائب لم يكن هنالك اي قرار مسبق سرعه اتخاذ القرار ايوه سرعة على اتخاذ القرار أيوة ماشي. طبعا وبنفس الوقت في تم قطع في الطريق آه. على النائب طلال الشريف قطع عليه طريق الاعتذار والمصالحه بسرعة الاجراءات م. منعوه من يعني القضايا المصالحه كانوا يحلوها بسرعه منعوه يعتذر كانت من كانت العيارات مشكله باطلاق العيار طيب اسمح لي ما كانت تصل الاستاذ المحامي فيصل البطايني يرى انه <applause> اللجنه تضحك انا ماشي لا <applause> <بصحك>. أنا, <بحكي تصفيق> انا بحب بحبه <applause> عم ابو نضال طيب ماشي ما يرى <applause> ابو نضال انه اللجنه تج اولا هل هل يحق للنائب طلال الشريف ان 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 يذهب الى المحكمه الدستوريه للفصل بقرار المجلس النواب دقيقه ارجوك والا يتعارض قرار قارن مجلس النواب مع المادة 104 من دستور الفقرة 4 المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي لا هذا هنا بدنا نختلف معه وبدنا نتفق مع الدكتور مصطفى ما أولا <applause> القرار محصن من الطعن بالفصل قرار الفصل قرار تم بإجراءات لا يشوبها البطلان بدون شك وهو قرار صحيح اللجنة والمجلس اتخذ قرارا على مخالفة مسلكية حادة جدا وليس على جرم الشروع هلا <applause> في جرم مشروع قد يكون مثلا يثبت انه عدم مسؤوليه، <applause> لم يكن هناك شروع كان بده يرهب زميله او كان بده بده يعمل ضجه او بده يعمل اكشن بده يعمل حدث يعني ممكن يكون هيك وليس فيها شروع ويختلف هذه جنايات كبرى الشروع هذه بصير على المحكمه البدائيه بروح فممكن يطلع عدم مسؤوليه ولكن ذلك امر مختلف تماما وما ما في تمامًا. داعي كان يستنوا مجلس النواب لا لا ما في داعي لا لا ان يصدر افترض بكره طلع طائر الشريف بريء امام المحكمه لا هو لم يفصل على قراءه ام ادانه وفصل على اساس انه ارتكب مخالفه جسيمه اضرت بسمعه النواب والعمليه الديمقراطيه بمجملها اذا اذا آه. لا ممكن. لا, محكمه دستوريه ولا آه. اما موضوع التجميد بنرجع بنحكي فيه بالتفصيل وبدي كمان اصحح نعم. بس معلومه وردت على يعني زميل على لسان زميلي ابو نضال وعمي ابو نضال فيصل البطاينه هي الماده 101 من الدستور وليست 104 من الدستور نعم اللي بتتحدث عن قرينه قرينه البراءه والبراءه المفترضه في خطاب من وكما نعم هي 101 وليست 104 جميل جدا اذا واضحه النقطه والموضوع باستثناء 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 تعليقك على ان القرار جاء سريعا نعم وانه قد يحمل جانبا سياسيا لا مشكلة في قرار فصل النائب طارق الشريف. من الناحية القانونية القرار القنون صحيح. من الناحية القانونية قرار دستوري. صحيح. طيب ال سؤال سؤال اخر اليوم واسمح لي نسأله بكل صراحة. النائب <applause> النائب الشريف طال الشريف إذا قرر أنه أمام محكمة اليوم ممكن يترشح؟ ما في ما يمنع ما لم يصدر بحقه قرار يحول دونه وفق أحكام المادة 75 من الدستور فما في ما يمنع. يعني بمعنى افترض الآن القضية منظورة أمام القضاء تم تكفيله إخلاء سبيله بالكفالة لدينا شغور مقعد يستطيع أن يترشح عليه ما لم يصدر قرار قطعي بحقه طيب. تنظم أعمال المادة 75 من الدستور طيب. اللي هو أن لا يحكم بس بي بي يعني بس بسنه فاكثر بجريمه غير سياسيه و وبحكم وبحكم معرفتنا في في آه. قضاءنا يعني ما, مش حنخلص بشهر هلا هل عد لا, لا, ممكن تكون اجراءات سريعه اجراءات سريعه تختلف ممكن سريعة. لا 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 وممكن ممكن وممكن تاخذ خلص. قرار الجنايات الجنايات كل 24 ساعه شو. تفتح جنايات ممكن في احتمال م. طيب يعني قضيه لها بعد شعبي يعني بانتظار الاشعار الان نحن نعم. بانتظار اشعار مجلس النواب الهيئه المستقله المتوقعه انا بعتقد يعني. انه يعني انا ما بعرف يعني الان يعني بيد الرئيس بس انا بعتقد انه يمكن قد يكون انه اشعر وقد لا يكون انه اشعر بس هو مع عوني. 30 يوم بالدستور مع, يعني 30, أنا مع 30, 30, يوم, يوم لكن, الاشعار اذا اذا, إذا ترشح وفاز مم. ثم صدر الحكم بالإدانة تسقط العضوية مرة ثانية يعني. بتطبق عليه نرجع انتخابات بتطبق, بتطبق, انت بتطبق, بتطبق عليه حكم المادة خمسة كيف الإشكال الغريب يعني وبالمناسبة بدي أوضح هنا أيضا للمشاهدين الكرام إنه السقوط لا يحتاج إلى قرار من المجلس. إذا صدر آه بحقه. إذا صدر بح حتى النص واضح، إذا آه. صدر بحقه حكم أثناء أن كان نائباً وسقطت عضويته ب... فلا يحتاج إلى قرار من المجلس. بدون ولا حكماً. نذهب إلى المادة فقد العضوية حكماً. تسعي. خلص فقد العضوية حكماً. ما فيش داعي صوته ال... صوت صوت بالثلثين أبداً لا الشغور ومنعمل تلبي. انتخابات كامله يلا مش, مش مشكله يلا خلاص يرشح اخوه راح نيجي هلا لتعليق <applause> عضويه النائب دميسي لكن بعد فاصل المشاهدين ابقوا معنا <applause> <applause> متابعينا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام ونتحدث عن قرارات مجلس النواب بفصل وتجميد عضويه نائبين من المجلس السابع عشر وتحدثنا اثناء الفاصل حقيقه حول موضوع الاراده الملكيه وعندك تعليق مهم دكتور مصطفى حول موضوع الاراده الملكيه، تفضل. ايضا في موضوع الاراده الملكيه ثار بعض ثارت بعض التساؤلات رافقها بعض اللغط حول انه المجلس قد استصدر يعني بسرعه اراده من جلاله الملك لاضافه هذا البند على جدول اعمال الدوره الاستثنائيه وفق احكام الماده 72 من الدستور. انا أبدأ اقول لك انه كان ثمه راي في المجلس انا من احد الناس اللي رايي ان هذا الامر لا يحتاج الى اراده الملكيه وشاركني في ذلك الزميل رئيس اللجنه القانونيه ووزير العدل السابق والنائب الحالي زميلنا عبد الكريم معالي عبد الكريم الدغمي وشاركني في ذلك ايضا زميلي في اللجنه القانونيه عبد المنعم العودات وزميل عبد الجليل العبادي يعني كان على أن في وجه باعتباري باعتبار ما هو مم. لها اساس باعتبار مم. ان هذا هذا الفعل ناشئا ومتفرعا عن انعقاد الدوره ذاتها وبالتالي تمام. لا يحتاج الى صدور اراده ملكيه مم. هلا بعض بعض الزملاء كان لهم راي اخر بانه لا تريد بدها صدور بدها اراده ملكيه ومنهم الزميل محمود الخرابشي ايضا زميلنا محمود الخرابشي فقالوا لكي يعني لا ننقسم ولكي لا تكون هنالك اي ثغرات فيما قد تنتهي اليه اللجنه التحقيق من توصيات ومقررات خلينا ناخذ الاراده الملكيه فاتصل ابو هايل خلينا نكمل الواقع تفضلي على الهواء كل الاردنيين بيسمعوني <applause> اتصل معالي ابو هايل معالي رئيس المجلس مع رئيس الديوان الملكي دوله رئيس الديوان الملكي انذاك فقالوا له انه دولة الرئيس عند جلالة الملك قال أنا بدي إياه وبدي يعني أتحدث مع جلالة الملك فعندها تحدث مع جلالة الملك وانتقل من المجلس وذهب إلى جلالة الملك وبالمناسبة المادة 72 أيضا من الدستور تجوز تجيز لعدد من النواب أن أن تطلب إضافة أي بند على, الدورة هذا لا خلاف على الدورة الاستثنائية فهذا تحتاج فقط تحتاج لا تحتاج التوضيح. لا هي يعني اجتهاد لكن أنا بقول أنها تحتاج لأنه في قرار للديوان التفسير بقول أنه لا يجوز للمجلس أن يبحث في غير المواد المدرجة وفي قرار ثاني بقول أنه يستمر في ممارسة دوره السياسي ولكن دوره التشريعي محدد بالدورة الاستثنائية هذه نقطة النقطة الثانية لما يعني لم ينتظر رئيس مجلس اليوم التالي مثلا او الثالث حتى تكمل اللجنه وبطلب اراده ملكيه ونرجع للسرعه نفس الموضوع يعني نفس السرعه في اتخاذ القرار مش متعودين على السرعه وقرار مش قرار غير مسبوق غير مسبوق مسبو في الواقع هذا لا يعني <applause> اني اني معارض القرار لا لا يعني اني معارض القرار نحن نحكي من كل الناس نيجي للموضوع الجدلي اكثر ممكن الى حد ما وهو موضوع تجميد النائب قصيد ميسي استاذ مصطفى دكتور تجميد عضويته لمده سنه موافق انا برايي أه. موافق للقانون وموافق للدستور موافق للدستور مش ليس القانون فيش عندنا قانون فيش قانون الدستور آه بس للدستور موافق للدستور لاننا أيوة سببنا القرار على ان من يملك الأك... الاكثر يملك الاقل ومن يملك الاصل يملك الفرع والمجلس سيد نفسه وبما أن الدستور قد أعطاك العقوبة القسوة بالفصل، فلك الحق أن تتدرج فيها إلى الشكل الذي تريد، طالما أن العقوبة تحقق، آه. تحقق مفهومي الردع اللي أنت. ولا تحتكى. عقوبة إلا بنص والراحة سيدي، لا عقوبة إلا بنص هذا نص قانوني وليس نص دستوري. لا جريمة صدر. ولا عقاب إلا واضح. بنص. خلينا نكمل. هذا رحل. نص رحل. قانوني. وانت استندت الى الدستور نعم اسمع وجهه نظرك نعم. يا استاذ محمد. اولا هذا مبدا جزائي وليس قانوني يعني في كل القوانين الدنيا وفي التشريعات الحقوق الانسان كلها لا عقوبه ولا الا بالنص هذا نص متفق عليه ويشمل حتى المبادئ الدستوريه والقوانين الجزائيه هذه نقطه، النقطه الاهم من ذلك حينما يفصل مجلس النواب نائبا فانه يعاقب النائب على فعل ارتكبه. نعم ويمنح للناخبين ان ينتخبوا شخصا اخر صح صحيح متفقين على ذلك صحيح طيب حين يجمد مجلس النواب عضويه نائب فانه يعاقب الناخبين ولا يعاقب النائب ليش انه لا يجوز ان تبقى دائره انتخابيه غير ممثله في المجلس لا يجوز ان تبقى غير ممثله لانه هذا حق للناخبين ان يمثلوا في المجلس نص الدستور بقانون الانتخاب انت لما تجمدت عضويته ابقيت الدائره الانتخابيه بالاف الناس اللي فيها عشرات الالاف الناس اللي جزء منهم اغلبيتهم انتخبوه هذا النائب ابقيتهم بدون تمثيل داخل المجلس فانت عاقبت جزءا من الشعب ولم تعاقب النائب هذه الناحيه الناحيه الثانيه الفصل الفصل النائب فصل النائب أفقدوا العضوية وأفقدوا الحصانة طيب تجميد عضوية النائب هل يفقده الحصانة؟ حصانة مرفوعة أنتم متفقين على أنه اعتبرت أنه فقدت حصانته اثنين دائرة انتخابية بدون تمثيل ثلاثة فصل مؤقت من المجلس يعني نائب مع وقف التنفيذ لا يوجد شيء اسمه نائب مع وقف التنفيذ يا إخوان هذا شيء جديد هذا حكم دستوري جديد وابتكرة في مجلس النواب الأردن طيب, طيب اسمع تعقيبك وين المشكله اولا في موضوع الحصانه احنا لم نتفق عليها الحصانه وفق احكام المواد 135 وما بعدها من النظام الداخلي منوطه فقط بارتكاب النائب اي من الجرائم الـ الـ سواء كانت من نوع الجنايه او الجنحه وان تتقدم الحكومه لنا بطلب رفع الحصانه عنه الحصانه من حق المجلس وهي من النظام العام ولا يجوز حتى للنائب ان يتنازل عنها برغبته هذا شيء مختلف لكن لكن منيجي بنقيس من عليها اذا بدك تقيس استاذ محمد بنقيس على مساله هل النائب في غير دورات انعقاد المجلس له حق الحصانه او ليس له حق الحصانه؟ هنا نقيس. زميلنا قسيد ميسي في التجميد هو ليس نائبا الان فالحصانه حكما رفعت عنه حكما رفعت عنه اما في موضوع التمثيل هذه سلطه تقديريه نص المادة 90 من الدستور أعطى المجلس سلطة تقديرية والسلطة التقديرية بما أنه هل نستطيع أن نقول أننا حرمنا الناخبين حرمنا الناخبين طب هذا مش حق حرمان لو سمحت بس خليني اكمل تفضل حرمان انا كمان ما قلتوش يعني يرتكب مثل هاي الافعال عشان انا شو يعني الجرم اللي ارتكبه قصيد هلا بنقول لك آه شايف هلا حق التمثيل وال 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 والقواعد الانتخابيه هذه لا تحول دون ان يمارس المجلس سلطاته التأديبية في معاقبة زملائه، ولدينا نصوص في النظام الداخلي لمجلس النواب تحرم الم... تحرم النائب الذي يرتكب ويتغيب ولا يمتثل إلى أوامر رئيس الجلسة، ولا يمتثل إلى زملائه، حرمانه من حضور جلسات وحرمانه من المخصصات المالية، إذاً لدينا نعم. إحنا لدينا تدرج في العقوبات، وصحيح أنا أقول لك بأنه مبدأ جديد، متفقين على أن من انتهى إليه المجلس في مسألة التجميد مبدأ جديد غير مسبوق لكن هل يمنع ان نصيغ انا وياك مبدا قانوني او قاعده قانونيه انا وياك احيانا من نركض لمحكمه التمييز لحتى نصدر مبدا في في فكره نحن مقتنعين فيها وندافع عنها اليس كذلك لكن يا دكتور آه مصطفى تفضل تفضل يا احمد هلا بدنا نحكي شغله مهمه هلا المجلس في حالة مثلا عبارات نابية أو إهانة الأشخاص أو المؤسسات له حق بنبهه رئيس المجلس حسب النظام الداخلي بمنعه من الكلام بنبهه مرتين إذا ما نبهه مرتين بصوت المجلس على إخراجه من الجلسة إذا لم ينفذ يحرم يمتد المنع إلى ثلاث جلسات هل منعته من حضور ثلاث جلسات للمجلس شو الفرق بين منعه حضور ثلاث جلسات وبين تجربة عضوي شوف شو الفرق إذا منع من ثلاث جلسات من من, من حضور ثلاث جلسات يجب ان يعلن ذلك في الدائره الانتخابيه تعرف ليش مشان نقول للناخبين وترى النائب تبعكم فعل كذا وكذا ومنع ثلاث جلسات، طيب. لان حو تمثيل حضور النائب وتمثيله حق للناخبين، لذلك في النظام الداخلي يقول لك بدك تروح تعلن ذلك في الدائره الانتخابيه تقول لهم النائب تبعكوا كذا كذا. حتى في المستقبل. طيب الان انت فعلت اكثر من ذلك، فصلت النائب فصلا كاملا وحرمت الناخبين كلهم ان يكون لهم ممثل، طيب وين يروحوا هذول؟ بدهم, بدهم بدهم شيء هذا، هلا بتقول لي صح, طيب صح أيوه. ليس مجلسا بلديا. بدي ارجع، وطن كلامك لا. كلامك واضح حسنا لكن تمثيل الدوائر الاستفسار ال ال الواضح اليوم نائب جمدت عضويته في مجلس النواب وهو يمثل ناخبيه في دائرة انتخابية نعم. هناك دائرة غير ممثل الآن في دائرة غير ممثلة تحت القضاء لمدة سنة يا سيدي لا هنالك دائرة ممثلة <applause> كيف؟ بس ممثلة؟ قبل التمثيل بدنا نتحدث ما هو إحنا الآن ما بدناش يعني أيضا نكرس المفاهيم السابقة في أذهان الناس على إنه إحنا بنتحدث عن تمثيل ما هي مهمه النائب في مجلس النواب تشريعيه سيدي مش تشريعيه ناس. رقابيه طيب. طيب يعني ما هو المقصود بالتمثيل لي خلينا نتفق على موضوع التمثيل اول على مفهوم التمثيل هل م. موضوع التمثيل هو انه انا أظل حوالين الناخبين وانا أظل كل يوم احمل واحد بالسياره وأودع على الدار الفلانيه ودار العلانيه وتوسط له هان وتوسط له هناك إذا مم. هذا كان مفهوم التمثيل فهذا مش عمل نيابي. طب ليش تعلن دائرته؟ سيدي. ليش تعلن الوقت سيدي أنا بعلن دائرته أنا بقول لك هلا بخل... خلينا نتفق أستاذ محمد، مم. احنا بتعرف أنا ببسط على الجلسات اللي فيها يعني حرفية ومهنية و... وفيها زملاء يعني شرواك للأمانة يعني لك كل احترام وتقدير طيب. وعندك فهمك. هلا هل بدنا نتفق على مفهوم بلاش الناس وهي تسمعنا تقول لك إيه عن جد والله كل النواب ممثلين إلنا معناته لازم نحملهم يعني أكثر من طاقتهم. التمثيل نعود الى الانظمه الانتخابيه ولماذا شرعت الانظمه الانتخابيه؟ وفقا لاحكام الدستور ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي طيب وان الماده 25 من الدستور تقول ان السلطه التشري... ان السلطه تختص السلطه التشريعيه باصدار القوانين مناح اذا انا مهمتي وايضا في المواد 45 من الدستور أنه للمجلس الأمة أن يراقب أعمال الحكومة والمادة 51 أن يحاسب الحكومة عن أي عمل من الأعمال العامة يعني هاي 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 صلاحيات النائب صلاحيات النائب اذا هي رقابه تشريع مساءله لذلك ما بصير انا اتحدث لازم انا اضبط مفهوم التمثيل ابتداء نتفق عليه عشان نعرف انه والله انه هالتمثيل حرم هذه المنطقه الانتخابيه او حرم هذه الدائره الانتخابيه من انه مثلا النائب تبعها يجيب لها خدمات أنا بتفقش معك لا أنا لم بتفقش. أقصد ذلك لم أقصد ذلك يعني أنت ترى أنه أنا أسمع قصدك بالأول عشان ما أقاطعك تفضل أنا لم أقصد أنه التمثيل يعني يعني تمثيل أنه مشان خدماتهم لا التمثيل لأنه قانون الانتخابات يمثل كافة شرائح وتوجهات والنسيج المجتمع الأردني مجلس النواب أنت استثنيت إحدى تلك الشرائح من التمثيل في مجلس النواب الآن أصبح خارج وأنت <applause> تقول اسمح لي دكتور تقول أنه مبدأ جديد طيب إذا كان الفصل متفقين عليه انه في نص واضح فيه، الان مبدا جديد وفيه شبهه دستوريه كبيره جدا، لماذا تسرعتم بالقرار؟ يرسل الفصل الى المحكمه الدستوريه ما المشكله؟ وبعد ذلك قال له بقداش روح ما بقداش روح هو بقدرش يروح محكمة الدستوريه لانه ما بقدرش يروح المحكمة الدستوريه هو بقدرش يطعن لانه الطعن المحكمه الدستوريه من الحكومه او من النواب ما فيش ليه اشخاص روح دستورية وبقدرش <applause> يروح <تصفيق> على القضاء <applause> لانه ليس قرار اداري طيب شكرا استاذ محمد بس انا بدي ارجع واذكر في المواد 59 و60 من الدستور والمادة أربعة من قانون المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية لها صلاحيتين على سبيل الحصر حددتهما المادة 59 والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية ألا وهي حق تفسير نصوص الدستور حق نعم. تفسير نصوص الدستور واحد وحق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة صحيح مش هيك؟ صحيح. طب أنا كمجلس نواب لدي نص مادي واضح أشرناه قبل قليل على الشاشة وشافوه كل المواطنين شو بدي افسر فيه؟ هذا مش غامض اذا ليش انا ليش بدي اروح ليش بدي اطلب من المحكمه الدستوريه تفسير نص الماده 90 وهو بالنسبه لي وبالنسبه لكل زملائي وهو لا. وبالنسبه للشعب الاردني واضح يا في واضح يا اخي التجميد في موضوع التجميد اكمل لو سمحت فسر النص على هوا مجلس أكمل, 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 اكمل في موضوع سمعك. الفصل ما في تفسير واضح نص واضح واخذوا عليه موضوع التجميد فسر تفسيرا اليست هنالك تفسير قاعدة على المزاج تسمح يا اخي محمد تفضل يا دكتور وانا بدي اسال زميلي الفاضل اليست هنالك قاعده تعلمناها ونحن نتعلم الف يا القانون على مقاعد الدراسه في كليه الحقوق ان من يملك الاكثر يملك الاقل ومن يملك ومن يملك الاصل يملك الفرع اليس كذلك اذا أنا في اجتهادنا اذا اجتهدت اللجنه القانونيه في هذه والمجلس سيد نفسه بالاستناد الى الماده عطفاً على الماده 90 ايضا المجلس سيد نفسه في القواعد الدستوريه لا اقول لك هلا من, يملك, من نظرك. يملك الاكثر يملك الاقل صحيح م. صحيح تملك الفصل فيملك لا. هذا في القواعد القانون المدني في القواعد المدنيه طيب في القوا... في القواعد القانون الاداري في القواعد الدستوريه لا قواعد الدستورية نصوص محكمه وهي اسماء مراحل وهي نصوص قواعد يعني ليست قواعد بسموها مش القواعد المكمله او القواعد هي قواعد اساسيه في القانون الدستوري شايف فيها لا ما بقدر اطبق هذا النص هذا النص يطبق طب مدني في القانون المدني في القانون انا بدي انا بدي اسال سؤال واضح وصريح المجلس اليوم 150 عضو صح نعم. هل لا 100 الان هلا هلا 148 147 147 بوفاه النائب الله يرحمه طيب في انتخابات تكميليه لمقعدين لدائرتين لدائرتين دائرتين مقعدين مين. مين. خلصنا المقعدين صار 149 شو النصاب بصف في المجلس؟ 149 ولا 150؟ انت مش راضي تخليني اكمل كمان مش انا مش راضي اخليك تكمل لا انت مش راضي تخليني اكمل والله خليك تكمل وانت عم تقطع قاعد الفكره انا بحاول دائما اتواصل مع الفكره وانت بتكمل يلا تفضل صديقي هلا التجميد هي عقوبه من حق المجلس ارجوك انا معي دقيقه فبدي تجاوبنا دقيقه بدقيقه الان حتى في النظام الداخلي وفق احكام الماده بتهيئ لي 100 110 من النظام انه يجوز للنائب للنائب العزيز الزميل ان يتظلم الى المجلس وللمجلس ان يت... ان ينظر في في مظلمته يعني وفي انت اعتراضه انت... يعني نائب قصيد ميسي يجي يقدم آه لكم آه تظلم آه. طبعا طبعا يجوز انه يتظلموا انه يتقدم اذا اذا وافق المجلس كمان على رفع التجميد على تعليق التجميد يجوز طيب اعطيني اذا لك انا هيك غششتك يعني انا ما انا غششتك <applause> <كحد. تصفيق> <applause> انا اعطيني بس باختصار هل خلص اعتقد الامور صارت اوضح من ان توضح <applause> في موضوع تجميد النائب <applause> قصيد ميسي ضيوف الكلام بدي اشكركم كل الشكر انا وقت شكرا. انتهى خلصنا شكرا دكتور مصطفى خلصنا <applause> شكر شكرا جزيلا متابعينا مشاهدينا الى هنا وصلنا لنهايه حلقه ليلة من نبض البلد لقاؤكم يتجدد غدا مع زميلي دكتور مهند البيضي مني اجمل تحيه تصبحون على في خير